وإلى مقطع انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وثقه مسافرون بهواتفهم لمجموعة من الفئران وهي تتجول داخل مطار بغداد الدولي. دعونا نشاهد. هذا مطار بغداد الدولي. وين احنا بالسياره؟ هذا مطار. مشاهدينا، التعليقات كانت كثيرة على هذا الفيديو، منهم من انتقد هذه الحالة ومنهم من وجد هذه الأمور طبيعية وتحدث في أغلب مطارات العالم. أحمد الربيعي كتب: بكل مطارات العالم هالشي موجود، كافي تبيعون مثاليات وتحاولون تخلقون ثورة نمطية إنه العراق منتهي. هاي فرنسا عجزت عن مكافحة الجرذان وطلبوا من الناس تتعايش ويا الوضع. زهراء الدليمي كتبت: ترى طبيعي هو البيت يصير بيه، مو مكان كبير ومفتوح، تحسسوني مطارات العالم 5 ستار، كافي تسقطون، احنا البلد الوحيد بالعالم اللي ننشر فقط السلبيات. اما سعاد الشيخ لي فكتبت: لماذا هذا التردي بالخدمات؟ النظافة من الإيمان، لماذا تأتون بأمثلة عن ذاك البلد أو هذا؟ لماذا لا نكن نحن القدوة ونحن الأجدر أن يحتذى بنا؟ ما ينقصنا، كل الأمور متوفرة إلا الإصرار والثقة لنكون الأحسن.